السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مرحبا بكم في فيديو جديد عن شركة إنفينكس وإنفينكس نوت 10 برو. تعتبر سلسلة النوت من أهم سلاسل الهواتف لدى شركة إنفينكس لأنها الأكثر مبيعا وتأتي بمواصفات راقية وبسعر مناسب. إذا مباشرة مع فتح العلبة واستعراض مكوناتها، إذا ننوه أيضا إلى أن إنفينكس تجاوزت الرقم 9 لأن الهاتف السابق هو النوت 8 برو والعادي بالإضافة إلى النوت 8 إي. الآن شركة تجاوز إلى الرقم 9 مع نسخة البرو والنسخة العادية. إذا مكونات العلبة تأتي مع الهاتف، كتب الإرشادات، الكفر، الشاحن، الكابل. إذن الهاتف يدعم الراديو الاف ام. يأتي الهاتف بأبعاد 172.76 إلى 78.32 مع السمك 7.8 ملم. الهاتف يدعم شريحة اتصال من نوع نانو سيم مع دعم شبكات الجيل الثاني الثالث والرابع. الهاتف لا يدعم شبكات الجيل الخامس. إذن مثلا وجود الخامات فهي من البلاستيك للحفاظ على وزن الهاتف. إذن الشاشة من نوع IPS LCD بحجم كبير اللي هو 6.75 إنش مع جودة الفول HD بلاس، دقة الفول HD 1080 إلى 2460 بيكسل بمعدل كثافات 387 بيكسل لكل إنش. والمميز هذه المرة هو تردد الشاشة الذي يأتي بتردد 90 هرتز، ليس الأفضل ولكن شيء مميز في هواتف الإنفينكس. طبعا الهاتف يدعم وضعية الدارك مود لتحويل الهاتف بالكامل إلى اللون الأسود. إذا فيما يخص الكاميرات، الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة f2.0، أما الكاميرا الخلفية تأتي بارزة قليلا الأساسية 64 ميجا بيكسل وهي كما قلنا الأساسية، أما الثانية 8 ميجا بيكسل وهي خاصة بالتصوير الواسع ويمكن استعمالها كذلك للماكرو. الثالثة والرابعة تأتيان بدقة 2 ميجا بيكسل ولكن ليس لهما أي وظيفة حقيقية، مجرد إضافة فقط، بالإضافة كذلك إلى فلاش رباعي من نوع LED. يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بيكسل بمعدل ارتقاء 30 إطار في الثانية، كما يدعم تصوير الفول HD بدقة 1080 بمعدل 30 إطار في الثانية، نفس الشيء بدقة 720 بيكسل. الهاتف كما ترون يدعم التصوير البطيء بتردد 240 FPS. ولمحبي الألعاب، الهاتف يدعم خاصية الجيم زون من أجل إغلاق تطبيقات في الخلفية ودعم أكثر للألعاب. طبعا في الكول أوف ديوتي يدعم الهاي فيري هاي، أما في البوبجي يدعم كذلك أعلى دقة ويقدم أداء جيد، والهاتف لا يسخن بسرعة. إذا فيما يخص الذاكرة فهي من نوع EFS 2.2 سعة 128/256 جيجا أو رام 6 إلى 8 جيجا. المعالج هو هيليو G95 الخاص بالألعاب بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسومي مالي G56 AMC رباط. الهاتف يدعم الواي فاي بترددات RLBGN والRC بالإضافة إلى الهوت سبوت الواي فاي ديركت والديول باند. أما البلوتوث يأتي بالإصدار الخامس، يدعم كذلك تحديد موقع الجغرافي GPS، والسماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو مع دعم السماعة 3.5 ملم. الهاتف يدعم وسائل الحماية، مستشعر البصمة يأتي في الزر الباور، كما يدعم خاصية الفيس أنلوك، كما يدعم مختلف المستشعرات مثل القرب، البوصلة والجيروسكوب. الهاتف يأتي بمنفذ USB Type-C مع دعم خاصية OTG. أما البطارية فتأتي بسعة 5000 ملي أمبير مع شحن سريع بقدرة 33 واط. أما النظام فهو أندرويد 11 وواجهة الإنفينكس المحدثة XOS 7.6. يتوفر الهاتف باللون الأسود الفضي والبنفسجي.
أما السعر المتوقع فهو في مصر 4000 جنيه مصري، أما في الجزائر في حدود 4,200,000 إلى 4,500,000 سنتيم. إذن كان هذا كل شيء عن إنفينيكس، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.